عارفين ان الموسيقى حرام. انه ايه؟ الموسيقى حرام باجماع المذاهب الاربعه. فكره، لا يوجد اتفاق بين المذاهب الاربعه، ازيدك من الشعر بيت كما يقولون، لا يوجد اتفاق في مذهب واحد على تحريم الموسيقى. اسمك الكريم؟ شعيب. والخلاف بين العلماء حول سماع الآلات خلاف قوي معتبر، بل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر الطيار، زوج السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، كان يعقد مجلسه بجواريه يغنين له على آلات الطرب، صحابي في مكة المكرمة، في مكة المكرمة أشرف بقاع الأرض، واشتهر ذلك بين أهل الحجاز. أكثر من 30 إمام من كبار علماء أهل السنة والجماعة من المذاهب الأربعة قالوا بأن سماع الآلات لا يعود إلى ذات الآلات، وإنما يعود إلى الأثر الذي تحدثه الآلة على المستمع. فإن كان سماع الآلة هيج فيك معنى راقيا فهو فالاستماع إليها راق، وإن كان صوت الآلة أو لحنها أو تطريبها هيج فيك شيئا سيئا فالاستماع إليها حرام في تلك الحالة. من أعطيك مثال لمن قال بمثل هذا القول؟ حجة الإسلام الإمام الغزالي، الإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الغزالي الطوسي، أحد أعظم وأكبر فقهاء الشافعية، له كتاب البسيط والوسيط والوجيز، وله مع ذلك المستصفى في الأصول من أقوى كتب الأصول الشافعية. أعداد كبيرة مشوا على هذا الاختيار. طيب أنت دعوة مفتوحة للشباب يسمعوا أغاني؟ لا، دعوة أولا لي ولك ألا نحجر واسعا، دعوة لي وللشباب أن يستفيدوا من مساحات التنوع لإنضاج الرشد لديهم. يعني إيه إنضاج الرشد لديهم؟ يعني أنا أخذت بقول واحد من العلماء القائلين بجواز الاستماع للآلات ما دام الأثر غير سيء، يبقى أكون رقيب على نفسي، أستمع موسيقى بذوق. يعني مثلا واحد يستمع السيدة أم كلثوم، ما الشيء السيء الذي يمكن أن يثير عنده؟ خصوصا إذا كان عاد مثل دعاني لبيته لحد باب بيته، لما تجلى لي بالدمع ناجيته. أنا أسمعها يا سيدي شعيب، سامحني. شيخنا الشيخ الإمام الكبير محمد سعيد رمضان البوطي كان يسمعها، الشيخ محمد متولي الشعراوي كان يسمعها، الشيخ محمد الغزالي كان يسمعها. الفكرة إيش هي؟ الفكرة إيش؟ الخطاب الموجه للي يسمع. لما تسمع أنت أحد ثلاثة أشخاص، إما تقني، تعرفون التقني اللي أذنه مع الدقة الموسيقية، المقام طلع صح ولا ما طلعش صح، العرب طلعت صح ولا ما طلعت صح، الهارموني بين الآلات مشي صح ولا ما مشي صح، هذا تقني فقط. واحد ثاني تقني لكنه يذوق معنى، هذا الذوق المعنى يهيج في داخله إما شوقا إلى الله الذي خلق هذا الجمال في هذه في انسجام أصوات البشر مع أصوات الآلات، أو شوق إلى زوجته حبيبته، أو هي شوق إلى زوجها حبيبه، أو تكون سبب في صلح بينه وبين خطيبته بعد ما كادوا يفسخوا الخطوبة، بس ما شرع الله يعني، مش انتبهوا. الفكرة إيش؟ إنه يا جماعة والله لا يمكن أن يكون الدين عدو لآدميتنا، أو أن تكون تستمع إليها فتقع في المحذور الذي من أجله حرم ساداتنا العلماء الذين حرموا الاستماع. كان الغالب في عصورهم اقتران آلات الموسيقى مع الخمر ومع الممارسات الرذيلة، فأصبح الأمر على ذلك، على أنه لم يصح حديث كما ذكر ذلك الفقهاء في المذاهب الأربعة نفسهم، اعترفوا أنه لم يصح لديهم حديث في تحريم الآلات الموسيقية، بل إنه صلى الله عليه وسلم سمع الدف
ولما أنكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الجوار جاري الجواري يعني فتيات كنا يغنين في بيت رسول الله عند السيدة عائشة يوم العيد يغنين بالدفوف، فدخل سيدنا أبو بكر وقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، أراد أن يزجرهن، وكان النبي مستلقي نائم، فرفع الغطاء عن رأسه وقال دعهن يا أبا بكر فإنه يوم عيد، يعني سيب الناس تفرح. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم العيد رأى الأحباش يرقصون في مسجد رسول الله، تعرفون ناس من الحبشة غلمان من الحبشة يرقصون يزفنون يلعبون بالحراب، في ثلاث روايات في البخاري موجود فيها يزفنون، قال وفي مسلم، والإمام النووي قال يزفنون أي يرقصون، يرقصوا زي الحجل كذا رقصة الأحباش وهم يلعبوا بالرماح، فين فين؟ في المسجد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليهم وهم يغنون بمدح سيدنا النبي باللغة الحبشية يقولون محمد رجل صالح، سيدنا عمر أخذ حصيات من المسجد في المسجد، سيدنا عمر عنده غيرة على وقار المسجد، بس الغيرة العمرية بحاجة إلى إيش؟ إلى 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 السعة المحمدية. فسيدنا رسول الله قال له يا عمر إنه يوم عيد، يعني فرح. في رواية أخرى كمان قال له إيش؟ يا عمر إنهم بنو أنجشة، يعني إيش بنو أنجشة؟ يعني ثقافتهم، إحنا العرب في الجزيرة العربية أو في مكة مش من ثقافتنا أنه نرقص في مكان نحترمه مثلا، هم ثقافتهم يعبروا عن الاحترام بالرقص في أفريقيا، احترم ثقافة غيرك. الرسالة الثالثة قال له دعهم يا عمر حتى تعلم يهود أن في ديننا سعة. أكثر من هذا خذوا الرابعة، التفت لسيدتنا عائشة وهي في حجرتها قال يا عائش أتحبين أن تنظري إلى لعبهم؟ تحب تشوف الاستعراض اللي هم عاملينه؟ قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها نعم يا رسول الله أحب أن أنظر. فوقف على الباب ووقفت خلف رسول الله تنظر، ثم بعد قليل التفت إليها النبي وقال أكتفيتي؟ قالت فقلت لا لسه عاوز أشوف. قالت حتى مللت ورسول الله واقف، فوضعت خدي على كتف رسول الله فدخل بي إلى الحجر. مللت ذي كم المدة كمان فخلوا بالكم. فالشاهد يا شعيب المسألة فيها سعة، فلا نحجر واسعا في مثل هذا.